السلام عليكم، معكم أحمد اليوناني ابن مدينة أسافي. اللي كان فيكم اللي كيعرفني اللي شافني في المشاركة ديالي مؤخرا في برنامج ستاند اب، وتحية لكاع الناس اللي كيحبوا أحمد اليوناني داخل الوطن وخارج أرض الوطن، وراكم عزاز عليا بزاف. عدد ديال الناس كيسولوني كيقولوا لي كنتي غادي مزيان في ستاند اب، كيقول لي وقفتي الاستاذ الخياري الباساج الاول الباساج الثاني، ولكن كاينين بعض المرات تتجه الرياح فيما لا تشتهي السفن. كنت غادي مزيان، ولكن الحمد لله كانت واحد الامور ليا اسريه اللي كانت الوفاه ديال الجده ديالي الله يرحمها في هذا النهار ويرحم جميع المسلمين اللي ماتت بنهار قبل الباساج ديالي، وكنت غادي نغادر المسابقه غير البنود ديال البرنامج كتفرض عليك بانك خاصك تبقى لانك ملتزم. صافي وصلت لواحد المرحله انني ما بقيت بغيت نكمل، وكان كما نقولوا كان نيفو غادي طالع نيفو هود، ولكن الحمد لله واخا ما ربحتش البرنامج ربحت التعاطف ديال المغاربه وربحت الحب ديال المغاربه. دابا حاليا فيما كنمشي كيقولوا لي الناس تبارك الله عليك كمل دار بيضاء في الرباط، مشيت الايام بزاف ديال المدن كلشي كيقول لي تبارك الله عليك خلال الجوله اللي كانت عندنا مع ايموراجي. الكتابه ديالي انا ديما كنستمد من المعاناه، علاش؟ لانني انا كنبقى ابن الشعب كباقي الناس، ولكن غير بنادم فاش كيكون ساكن مثلا في واحد الاحياء هامشيه اللي كيشوف الشباب كيتعاطاو لشي حوايج ديال المخدرات ولا التدخين ولا غيره من هذه الموبقات خاصك تهضر، علاش؟ لانك انت جاي من واحد الشريحه اللي هي واكله الدق، خاصك تهضر عليها وتوصل المعاناه ديالها. علاش؟ لان الفن كيبقى رساله كيوصلها الفنان دوك الناس للفوق المسؤولين باش يعرفوا المعاناه ديال الناس ويعرفوا راه كاين الناس غاديه في طريق الهلاك. مكر الخبز، الا كان الانسان فنان وكان الانسان عنده مواضيع وكان الانسان عنده حب للميدان ياكل الخبز، ولكن ماشي الانسان ضروري مع البديه غيدير راه انه خاصو يربح. ديما خلي الحب ديال الفن هو اللي يوصلك، حيت اقسم بالله الكلمه غنقولها وانا صريح، انا درت الفن هنا في اسفي، وبعد مناسبه كنوجه التحيه لفرقه درامانيت اللي كانت كتساند الشباب بزاف في مدينه اسفي. كنا كنديروا المسرح فابور، حتى واحد ما عطينا شي ريال، كنشريو السينوغرافيا من جيوبنا، كان بعض المرات كنلقاو دار شباب ما كتخليناش ندخلوا كنريبيتيو في الجرده، راه كانوا معايا الاخوان دابا يقول لكم شنو كاين. ضيعنا واحد السنوات كثيره في الميدان المسرحي، ولكن الحمد لله ما ضعناش، هي رجعت الثمار ديالها الان. المدينه ماشي انا اللي كنشوفها، راه العالم كامل كيشوف ان المدينه مامشة، مدينه اسفي مامشة. ما كاينش اول حاجه ما كاينش بنادم فين يخدم. علاش؟ دابا تقريبا كلشي الناس خارجه للمدن بعيده كتخدم وكتجي كتشوف والديها وكتشوف ولادها. علاش؟ اسفي عندها موارد بزاف، ها البحار ها الطاقه ها بزاف ديال الموارد، خاص تكون فيها خدمه وتكون موفره للانسان الخدمه، حيت الانسان ملي كيخدم عاده كيفكر، وملي كيفكر يبدع، يقدر يصنع، يقدر يخترع. لا يمكن الانسان ما خدامش ما كيدخل تريال راه ما غيصور والو، راه باز لواحد الانسان اللي ما خدامش. احنا كاع خدامين وشوف تشوف. انا كما كعرفوا الناس كنخدم تريسيان من الدومين ديال الضو، مشيت البرنامج وكنوجه الشكر للكوتش ديالي اللي في واحد المده قصيره مثلا نقولوا دار 40 يوم قدر يخلق مني موهبه اللي وقفت لجنه التحكيم، وهذا في حد ذاته راه انجاز. وتحيه للكوتش ديالي الاستاذ طاليس وكاع الطاقم ديال البرنامج ستاند اب، لان ستاند اب كيبقى في الاول والاخير مدرسه. علاش؟ كي ربحتي كي ما ربحتيش، المهم ربحتي واحد المعلومات اللي غادي توقف معاك في حياتك وغتبدل لك حياتك. علاش؟ لان الناس كيجيبوك كيحطوك امام الاضواء، كيحطوك امام الكاميرا، كيخلقوا منك نجم. الا كنت انت عندك الداخل نجم راه تقدر تكون نجم وتكمل في المسيره. وتحيه لكم بزاف. طاليس الا قلت لك واحد الكلمه ما تطيقش، طاليس اعطاني اكثر من فرصه. شحال من مره انا كيطلع لي الدم وكنقول ليها ودي راه الميدان رانا، كيقول لي شوف يوناني صبر راه عندك. وهذاك السيد واخا نقول اللي قلت في حقه، ماشي حد خدام معاه كنشكرو، انا قبل ما نخدم معاه انا ذاك السيد كان عزيز عليا. علاش؟ لانه تقريبا كنتشابه معاه. طاليس ولا ايموراجي هي كتبقى مدرسه. علاش؟ مدرسه في الفن، ومدرسه في العزيمه، ومدرسه في المثابره، لان ذوك الناس ولاد الشعب بداو من الزيرو وبينوا للعالم ها احنا فين وصلنا. وهذوك الناس كيامنوا بحاجه وحده سميتها الاتقان. الاتقان خاص الجمهور يدخل يخرج ضاحك وراضي على العرض 100%. واحد فينا لا داز شويه شويه ناقص، الفرقه كامله دازت ناقصه. كيقول لينا انا بغيت الجمهور يخرج ضاحك وناشط
هذاك هو النجاح وهذيك هي النتيجه. الجديد ديالي انا حاليا مع فرقه اموراجي، وكما كتشوفوا انا جيت مع الاخوان ديالي سعيد ووادي اللي دوزت معهم بروميير باساج، وكنشكر الجمهور اللي كان حاضر بكثره. راكم شفتوا كل شيء، ان الجمهور اللي كان برا اكثر من اللي كان الداخل، والعرض داز رائع 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 رائع. وكنشكروا كاع الناس اللي كانوا في التنظيم، تحيه لهم وتحيه للعمال ديال مدينه الثقافه والفنون، وتحيه للمدير المسؤول على مدينه الثقافه والفنون ديال مدينه اسفي. كلمه للناس اسفي، انا قلتها واحد المره وغنعاودها، الناس ديال اسفي ما خاصهمش كلمه، الناس ديال اسفي خاصهم مكتبه. وشوف شوف واش غادي تكفيهم الحق ديالهم. تحيه لكم، وراكم عزاز، وراكم خوتي، وراكم الاصل ديالي. وكيقولوا اللي ينسى اصله راه ماشي ولد الاصل. تحيه لكم بزاف الناس ديال اسفي، تحيه بزاف تحيه بزاف. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.